ثمة رقم عليه أن يصيبنا بالرعب. أكثر من 500 مليون طفل في العالم يعيشون حالياً في دول ومناطق تتأثر بالنزاعات المسلحة. ربما ثلث هذا العدد أو أكثر سينتهون يتامى ومشردين، لن يدخلوا مدرسة وستكفل الشوارع بتربيتهم، سيزج بهم في حروب لا يعرفون لها سببا، ويحملون بنادق أطول من قاماتهم، ويقتلون ويقتلون، وسيعرفون الجوع والعنف والتعذيب، وسيستغلون جنسيا وجسديا استغلالا رهيبا، وستحولهم تراكمات الكراهية إلى وحوش بشرية. إنها القنبلة التي يجلس عليها العالم اليوم وتهدد أسس الإنسانية، ولا يمكن تفكيكها إلا بالتعليم ورعاية ملايين الأطفال المشردين بفعل الحروب.